اديني بقى رقم واحد. طبعا انتوا عارفين ان فتوحي اتصاب وهشرح لكم الاصابه بعد شويه، لكن في نفس الوقت في متابعه من طبيب نادي الزمالك وتواصل مع فتوح عشان يطمنوا على اللاعب. انا بقول لك مده غياب فتوح ممكن توصل من 3 ل 4 اسابيع. فاكرين الاصابه اللي جت لزيزو في الكاحل من فتره وغاب فتره بسببها؟ تقريبا نفس الاصابه، تقريبا نفس الاصابه طبقا المعلومه اللي عندي يعني. فهيغيب ايه بتاع حوالي 3 4 اسابيع، ده بالنسبه لفتوح. خلاص تعالى بقى احسب معايا كده، لان في خبر مهم. نادي طلائع الجيش طلب من نادي الزمالك الحصول على 1,500,000 جنيه نظير فوز نادي الزمالك ببطوله الكونفدراليه. الله، طب طلائع الجيش عايزين ليه هم كمان فلوس؟ عشان خاطر الراجل النجم الصاعد اللي قدامكم على الشاشه اللي هو محمد شحاته. محمد شحاته طبقا للعقد اللي تم توقيعه ما بين نادي الزمالك وطلائع الجيش، في بند بيقول لك ان نادي الزمالك لو خد الكونفدراليه فاحنا كطلائع الجيش عايزين 1,500,000 جنيه. فده حقيقي. فنادي الزمالك دلوقتي بمجرد ما هيجي له، هو جاله دفعه من مكافآت او مكافأة بتاعت الكونفدراليه. المكافأة كام يا جماعه؟ 2 مليون دولار. الزمالك الطبق اللي انا اعرفه وصل له 400,000 دولار. خلاص شيل منهم 100,000 دولار امبي زياد كمال، تمام، شيل منهم 4 مليون جنيه بيراميدز عبد الله وعمر جابر ودونج، ضيف كمان عليهم 1.5 مليون محمد شحاته. فبتتكلم في ادي 5 مليون جنيه و500 الف و100 الف دولار لو تحسبهم لي يا جماعه بالدولار بقى عشان في الحساب ضايع. يعني تقدروا 200 دولار ايه يا احمد؟ 200 الف دولار انت كده وديتنا في داهيه خالص يعني. ماشي 200 الف تقريبا دولار التوتل من اصل 400 دفعه اولى، ومن توتال 2 مليون دولار مكافآت نادي الزمالك. الله اعلم هيكون في غرامات ولا لا، لسه الاتحاد الافريقي ما ابلغش نادي الزمالك فيما يتعلق بسوء التنظيم مثلا او حاجه، بس احنا اتكلمنا في القصه دي مع حضراتكم بشكل فيه استفاضه كبيره جدا، وجبنا بعض المسؤولين في نادي الزمالك واتكلمنا وشرحنا، وان الاتحاد الافريقي هو اللي يتحمل الجانب التنظيمي، لكن ربما الاتحاد الافريقي يقول لك لا في غرامه مثلا 100,000 دولار كمان ولا 200، الله اعلم. فبالتالي بتتكلم في 200,000 دولار من اصل مليون، من اصل 2 مليون دولار، بخلاف الغرامات اللي على نادي الزمالك فيما يتعلق بخالد بن طيب. انا بقول لكم ان موضوع القيد ده هيتحل. فاكرين الكلام اللي كنا بنقوله على ازمه القيد الاولى وان الموضوع موضوع وقت؟ انا بعيد وباكد على حضرتك القصه قصه وقت، وموضوع ازمه القيد وايقاف القيد في نادي الزمالك محلوله بعون الله، ان شاء الله هتتحل وهتخلص على خير. واخد بالك ازاي؟ هو دلوقتي ماشيين في اكتر من سكه. عندك موضوع الاقساط، ففي محاولات مثلا كمان مع باتشيكو، فاكرين المدير الفني الاسبق للزمالك والاسبق لبيراميدز، محاولات مهمه جدا يا مستر باتشيكو ليك فلوس كذا، طب تعالى هنقسطها على دفعتين ثلاثه. فالراجل لحد دلوقتي لسه مزرجل شويه، فبيحاولوا معاه، الاستاذ عمرو ادهم بيحاول معاه. تتكلم مثلا على اجواش اللي هو كان عضو الجهاز الفني مع مستر فيريرا او فييرا صح؟ فييرا ولا فيريرا؟ عشان كان في واحد فييرا قبل كده يا جماعه البرازيلي، المهم المدير الفني البرتغالي الشهير يعني فيريرا. فاجواج ده كان ليه 55,000 دولار بقيت مستحقاته، فدول هيدفعوا مره واحده. وتم التواصل مع اجواج ده وممثليه اللي هو بيقولوا له بعد اذنك، ده نادي الزمالك بعد اذنك ابعت لنا رقم الحساب اللي نحول عليه 55,000 ايه؟ 1000 دولار. واخد بالك؟ فدي امرهم بسيط، امرهم سهل. الباقي هيتصرف فيه نادي الزمالك، خلاص كده؟ فده بخصوص هذا الملف ايضا. طيب نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا خلال 10 ايام باذن الله تعالى هيرجع للتدريبات بعد الاصابه بشد في العضله الاماميه على هامش التدريبات اللي كانت بتسبق مباراه الاياب امام دريمز الغاني. اسطوره كبيره شيكابالا طبعا، ما فيش غبار على كده، لعيب مهم قوي لنادي الزمالك، حتى نفس الكلام على جوانب بدنيه كلام من ده، لعيب ليه بصمته في الملعب، ده امر ما فيهوش، ما فيش اي اثنين يا جماعه فاهمين كوره في مصر، فيش اي اثنين يفهموا كوره في مصر يقول لك شيكابالا ما عندوش فكره، يعني ما ينفعش، ما فيش واحد فيهم يقول لك شيكابالا ما ينفعش، اصل ازاي؟ انت ممكن تختلف في مواقف شيكابالا ده عادي، تصرفات شيكابالا تختلف عليها عادي، ما فيش مشكله، لكن امكانيات شيكابالا ما ينفعش تختلف عليها، ما ينفعش، ما ينفعش حد يختلف عليها. خلاص؟ فعوده شيكابالا اكيد هتكون مهمه للنادي الزمالك، لسه قدامه 10 ايام. اتمنى ان شيكابالا ما يستعجلش، الدنيا تتاخد واحده واحده وان شاء الله يرجع بمنتهى القوه يعني. على صعيد ملف حراسه المرمى، فاحمد نادر السيد دخل ضمن دائره المرشحين للانتقال لنادي الزمالك.
اللي هو نجل الكابتن نادر السيد طبعا نجم الزمالك والاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني، هو بالمناسبه حارس واعد. وخلي بالكم يا جماعه يعني على غرار مصطفى شوبير، الحراس الصغيرين لما بيشاركوا هتلاقوا مواهب كتير، يعني حمزه علاء ده عنده موهبه اللي في النادي الاهلي، مصطفى مخلوف ده اللي الناس بتشوفه بس بيتصور بالكاس لان لسه ما شافوش من الملعب غصب عنه يا عيني، عنده الشناوي عنده مصطفى شوبير وعنده حاجات في يعني تقايل يعني. فلو ما تشوفوا مصطفى مخلوف ده كمان هتلاقوا مستوى مش طبيعي، هتلاقوا حارس واعد جدا. انا عارف انا بقول لكم ايه، لما تشوف حمزه علاء كويس انت شفته مع منتخب مصر، لما تشوفه على النادي الاهلي هتلاقي الدنيا تمام، لما تشوف احمد نادر السيد هتلاقي حاجه جامده زي ما تالق مصطفى شوبير، هتلاقي دول كمان بيتالقوا يعني، بيختلف بس من واحد للتاني الشخصيه الموهبه كلام من ده. لكن ان شاء الله عندنا حراس واعدين في الدوري المصري. بمناسبه الحراس، هل نادي الزمالك تواصل مع جنش عشان يرجع؟ جنش عنده رغبه كبيره جدا في العوده لنادي الزمالك. مودرن فيوتشر المسؤولين هناك مش ممانعين خالص، بس ما جالهمش اي عرض من نادي الزمالك لحد دلوقتي. نادي الزمالك ما فكرش في عوده جنش. بعض اللاعبين اللي موجودين اللي هم كباتن الفرقه بيتكلموا في فكره زي كده، ايه المشكله ما يرجع جنش واحد من نجوم نادي الزمالك في فتره ما عنده خبرات كلام من ده، حتى لو مش هيرجع حارس اساسي. لكن لحد دلوقتي ما حصلش اي نوع من انواع التواصل الرسمي بخصوص عوده جنش لنادي الزمالك، ولحد دلوقتي الفكره اصلا ما اتناقشتش داخل النادي في نادي الزمالك. فده ايضا بخصوص جنش.